معانا على التليفون المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين. اهلا بيك يا باشمهندس علاء. اهلا. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الله يخليك. تمام مصهرينك، معلش احنا اسفين. لا لا اتفضل. الله يخليك باشمهندس علاء. احنا كنا بنتكلم حالا مع دكتور محمد باغا استاذ التمويل والاستثمار بجامعه قناه السويس، وبنتكلم على الصناعه في مصر ومستقبل الصناعه في مصر. دكتور محمد قال انه احنا عندنا حماس حقيقي من المستثمر المصري في مسألة الاستثمار في الأنشطة الصناعية، لكن هنا هسأل مهندس علاء، هقول له والله يا فندم ايه أكتر حاجة يرى المستثمرين أنها تحديا أو قد تكون عائقا أمام المزيد من الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي؟ أولا طبعا أنا مش عايز أكرر الكلام اللي اتقال قبل كده، ان انت عندك حاليا بيئه مهيئه للصناعه، ده واقع الامر. حلو. وبتتمثل طبعا نمره واحد في الطاقه. انت راجل النهارده عندك طاقه زياده، يعني النهارده في دول من ازمه الطاقه عندها بتطلع المصانع بره. انت النهارده قادر على استيعاب سواء المصانع اللي ممكن تيجي لك من بره او اي انشطه صناعيه ممكن تتم. وبالطبع عندك اراضي موجوده وان كانت غير مرفقه يعني، او معظمها غير مرفقه. طيب الكلام كويس جدا طبعا اللي احنا بنقوله، انت عندك بيئه مهيئه والكلام ده كله. طيب احنا ليه ما خطناش خطوات فعلا قفزات بقى؟ لان الفتره اللي فاتت كلها ما من اول 2019 و20 من اول 20 و21 الدنيا كانت فعلا ضبابيه على مستوى العالم كله، وكان عندك مشاكل وعند العالم كله مشاكل. النهارده بدات قياده السياسات تتكلم على الصناعه وعلى اهميه الصناعه، وانا اعتقد ان دايما لما بيبقى راس الدوله بيتوجه ناحيه اتجاه معين بتلاقي الاجهزه التنفيذيه، وهي دي النقطه هنا بقى اللي هنحط عليها خطين، يعني بدات تتجه نفس التوجه. مشكله المستثمر هي مشكله اجرائيه، يعني في المقام الاول ان الاجراءات فعلا طويله وصعبه، بتخلي ابن البلد اهو بيحاول ويكمل عشان عايز يشتغل وعايز ينتج وعايز يصنع. طبيعي. المستثمر الاجنبي لما بيجي يلاقي في صعوبه في الاجراءات فعلا بيبقى فيها مشكله. فهو ده اول نقطه انا من وجهه نظرنا احنا كمستثمرين فيها ازمه، انت محتاج تبسط الاجراءات. ان الاجراءات فيها تعقيد ولا الاجراءات طويله اكتر مما يجب؟ طويله اكتر مما يجب. ممكن يعني لو افترضنا، انا مش عايز اوجه لك دماغك، بس إذا افترضنا أن يوسف قرر يبقى مستثمر ويستثمر في مجال الصناعة، وعندي دراسة الجدوى وعندي الفكرة بتاعت المشروع وكل حاجة وعايز أبدأ النهاردة، هاخد وقت قد إيه لحد ما أقدر أبقى معايا الرخصة في جيبي علشان أبدأ أركب المكن بتاعي وانتج؟ طبعا هو سؤال ذكي، بس في نفس الوقت سؤال إجابته متغيره جدا، يعني ما تقدرش تيجي النهارده تقول والله انا هستلم الارض النهارده هطلع رخصه الانشاءات في خلال مثلا شهرين هبدا ابني هبدا اجيب المكان. المراحل دي فيها ورقيات، ممكن ورقه في النص توقفك او تعطلك. فاللي عايز اقوله ان مجرد توجه، يعني احنا في مؤتمر نهايه الشهر ده مؤتمر صناعي خلاص هنعرض فيه هذا الكلام ونقول والله احنا دلوقتي محتاجين نمره واحد تبسيط الاجراءات، نمره اثنين المستوى التنفيذي، يعني عندك المستوى العلوي في الدوله فعلا بيجري باسرع ما يكون. حلو. عندك بعد كده لما قررت تنزل على المستوى بقى الموظف او التنفيذي بيبقى عندك شويه مشاكل. لازم يدرك الراجل اللي قاعد على مكتب ان المستثمر ده بالذات الصناعي خلاص هو ده اللي لازم فعلا نسهل له كل امور. طبعا ده اساس في الموضوع. طبعا نمره اثنين طبعا لان انا رئيس اتحاد المشروعات الصغيره المتوسطه، فمعني جدا بالمشروعات الصغيره المتوسطه اللي هي بتمثل 90% من حجم الصناعه في مصر. هو ده برضو محتاج دعم شديد. الدعم لما بنيجي نتكلم عليه ما بيبقاش الدعم المادي خلاص تم مثلا نتيجه مبادره محلوله بالظبط الرئيس بال 5%. فدي عملت فكت مشكله كبيره كانت موجوده. النقطه الثانيه اللي لازم تحصل وسريعا هي المعلومه. يعني ايه المعلومه؟ يعني النهارده لابد ان يبقى فيه بيان واضح ودقيق بما تستورده. ما ينفعش النهارده ان هذا البيان ما يبقاش واضح جدا
يبقى انا معروف خلاص انت كراجل مستثمر صناعي، بحيث ان انا هعرف ايه اللي انا بيتم استيراده وعليه ابدا انا اشتغل كمستثمر في سد هذه الفجوه الاستيراديه. لا انا هكمل لحضرتك. ها. نمره واحد تبقى عارف ايه ما يتم استيراده. نمره اثنين لو احنا بنتكلم بقى انت عايز تعمل نهضه في المشروعات الصغيره. نمره اثنين تعرف الناس يتعمل ازاي. دي نقطه في منتهى الاساسيه. نمره ثلاثه توفر البيئه الجغرافيه. يعني احنا قمنا بزيارات كثيره للمناطق المناطق الصغيره على مستوى اسكتلندا والاردن والصين ويس. وهنا وهنا وهنا. النقطه انك تقدر توفر هذا الكلام وتوفر البيئه. خد بالك المشروعات الصغيره دي حاجه كده ايه بيبي صغير. فعشان تقدر تخليه يكبر لازم توفر له بيئه ملائمه. طيب هل اللي انا بقوله ده صعب؟ لا مش صعب. اذا طيب. الموضوع انا معاك انه مش صعب، هو يحتاج ان احنا نفرده بعنايه اذا صح التعبير. انا هستاذن حضرتك يا باشمهندس، ده موضوع عايز له حلقه، يعني تنورنا، ما يبقاش بقى مجرد تليفون، تنورنا ونقعد ناخدها واحده واحده ونقطه نقطه لعلها تبقى يعني ايه مجموعه من الافكار تسهم في مؤتمرنا الاقتصادي اللي باذن الله يتم فيه اواخر هذا الشهر. انا بشكرك جدا باشمهندس علاء، كل الشكر ليك المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين، وارجع